فوتي فوتي شباب، شوفي مين هدول؟ هدول الكابوس اللي رح تشوفه طول عمرك. شباب بدي اسمع صوت عظامه عم تتكسر عظمة عظمة. لعيونك يا بوب عين. ترجعني يا اخو الحفياني. هلا ست ترجعني. كلمان انا حاجه بكفي. وين الفيديو؟ وين الفيديو لك؟ وين الفيديو لك؟ بالفيلم بالفيلم. روح جيبه بالفيلم. في عنا فيلم دي. وكم نسخه في منه ولا؟ ورحمه امي ما في نسخ، ما في غيرها. اكيد اكيد ولا؟ ورحمه امي عملنا. سلاح احسن ما خليهم هن يشلحوكها. قول اسمك الثلاثي. يلا قولوا. لا سامي. اسمي سامي احمد الحسن. لا انت اسمك سوسو الحبابه. عيد وراي لشوف. انا سوسو الحبابه بعرف العب بالطابه. يلا لشوف. يا ولد انا سوسو الحبابه بعرف العب بالطابه. يا قلبي انتي. شباب سبقوني لبرا لاحقتكم. نحن ننتظرك برا. اي قطة اذا عندك نسخ تانية بليها وشربي ميتها، لأنه أنا كمان صار عندي نسخة، ونسخة مهمة كتير. ما ومثل ما بتعرفي أنا مو فارقة معي لأني بشتغل بمصاري، بس أنتي بنت العيلة والحسب والنسب، مو حلوة الكل يعرفوا أنك سوسو الحبابة. يلا باي. لك تقبروا قلبي ما احلاكم. ناموا يا حبيباتي ناموا ناموا. انتوا مصاري زكواني. عفوا لو سمحتي. تفضلي لو سمحتي. عفوا احترم حالك، انت شو فكرني؟ مدام مايا انا المقدم قصي. تفضلي بكيفك احسن ما اجيبك بطريقتنا. لو سمحتي. عمرك 26 سنة، كنت مضيف الطيران بالسورية وتقلعتي لأسباب أخلاقية، بس عاملة حالك لسه بالشركة
لحتى تبرري غيابك وسفرك المتكرر على دبي وبيروت وغيره. ما شاء الله ما شاء الله، مو تاركه حدا من شرك، تجار، اولاد مسؤولين، ضباط، صاغه، خلصت الكبار وبلشت الصغار. شو بدنا بالحكي؟ ملف مشرف بيرفع الراس، بس اذا بدك هذا الملف بيختفي وكأنه مو موجود اساسا. واذا بتحبي بنفتحه وبنفتح كل البلاوي اللي فيه، بس اذا خفينا رح يكلك ظهر، وظهر ما كان كتير تستندي عليه. شو بدك؟ شي بنفس اختصاصك. اذا هيك شغلتك كتير بسيطه. لا مو انا، مو انا ابدا، بس شي بنفس الوساخه. شعبان الراوي، تاجر قماش كبير، زلمة صاحب كيف وبيحب الوجه الحسن، ومحل سهره معروف. نحن شاكين انه بيتعامل مع الجيش الحر وبيمول اكثر من كتيبة ومجموعة. بدنا باسلوبك الحلو تزبطي وتسربي له المعلومة اللي رح قلك اياها. دخيل القطط لأجلك. إيه قلت لي مشغلك بأول الغوطة ما هيك؟ بس والله تعطرنا هنيك بالزور ماشي الشغل. يلا هانت، الشباب رح يخلصوه عن قريب، عم يحضروا لحملة عسكرية كبيرة كتير، خلص بدهم يحسموا كل شيء. هاي الإشاعة سمعناها مليون مرة، ما عاد نعرف مين بنصدق. لا هذا كلام نظامي وأكيد. ضابط مهم كتير حكى لي اياه وهو سكران، وقال لي انه عم تصير تجهيزات كبيره كتير، وحتى رح يسحبوا العساكر الموجودين من جهه اللي بتقابل المعامل مشان يهجموا بهاليومين. بس هذا الشيء عم يصير بمنتهى السريه مشان المفاجاه يعني. ما بعرف، انا هيك خبرني الضابط، ها انا ما دخلني. ايوه تكسبتي يا اسطفلو، نحن ما دخلنا. قلتك نحن ما دخلنا. دخيله هيك دخيلك انا. تعي لانك تعي. انت شو عم تحكي؟ شلون يعني الهجوم فشل؟ ليش الشباب ما تاكدوا انه يسمعوا الحواجز انه ما في حدا؟ طلعت القصه كلها ملعوبه من الامن، انت شلون جبت المعلومات؟ مهمتك انت، شو بدك القصة هاي؟ فهمني شو صار؟ عم خبرك مشان تحرق حالك، قيادات معتبرينك خاين، وقرار تصفيتك رح يصدر بين لحظة والتانية، والأمن أكيد مراقبك، خذ بجدها بطلع برا البلد. روح روح هلا روح، روح بعدين نحكي يلا. قلتيها يا بنت الكلب.
حبيبي تفضلي. كيف عرفت البيت؟ بزعل منك ها؟ شو السؤال ها؟ نحن ما عم نلعب. وأكبر دليل العملية الناجحة اللي صارت بيناتنا. الأمور كانت منيحة والنتائج أحسن من المتوقع ولسه الخير لقدام. يعني مبسوطين مني؟ طبعاً، مشان هيك بتستاهلي الوردات وفي لك مكافأة مالية. أنت هلأ بطلة وطنية. شكراً، بس هي أول مرة وآخر مرة. خدمة الوطن ما فيها أول مرة وآخر مرة. وقت اللي منحتاجك بدك تلبي النداء. نحن بنأمر وأنت بتنفذي. بعدين لازم تنبسطي، لأنه هي الشغلة الوحيدة اللي بترفع الراس بكل تاريخك. تركوني بحالي، أنا ما عدي ساوي شي. لا تستشرفي علي وهيك. لسه من كم يوم هجمتي على بيت واحد وربيتي الكلاب السود فيه. الزلمة تشوه بسببك، فلا تعملي الملاك البريء على سمائي. وقت اللي منقشر بتركدي مثل الكلبة. نحن منفصل، انت بتلبسي. بس انت شكلك بتعرفي تشلحي وبس. حطي الوردات بالمي قبل ما يدبلوا.